هذا وادل معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بصوته في الانتخابات النيابية لعام 2018 في سفارة البحرين بالعاصمة الصينية بكين، كذلك أثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الصين الشعبية. وأشار معالي أن الانتخابات النيابية تشكل محطة مهمة لتعزيز المكتسبات الديمقراطية الوطنية وتنميتها عبر البناء على منجزات المؤسسات الدستورية. اليوم الحمد لله بعونه تم التصويت من قبل وفد مملكة البحرين الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية. طبعا هذا واجب وطني لازم كل مواطن يقوم به ويختار الأفضل للوصول إلى قبة البرلمان في مملكة البحرين. والحمد لله الإقبال اللي شاهدناه على صناديق الاقتراع في الصين يدل على تجاوب الطلبة والبحرينيين في الصين مع مسيرة تنمية وإصلاح اللي قرها جلالة الملك حفظه الله. والحمد لله اليوم الكل أدلى بصوته، ومبروك للبحرين إن شاء الله انتخاباته. في مقر سفارات مملكة البحرين التي تنتشر في مختلف دول العالم من شرقه إلى غربه، انطلقت مرحلة التصويت الأولى في مشوار انتخابات 2018 في الوقت المحدد لها، والتي تشرف عليها البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج ووزارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018، وذلك لضمان سير عملية الاقتراع وفق المعايير والإجراءات المعلنة بكل يسر. شاكرين ومقدرين التجاوب الكبير لقيناه من المواطنين في المشاركة وفي القيام بحقهم الدستوري بانتخاب مرشحين، وأنا أعتقد أن ما رأيته اليوم من حسن تنظيم وسلاسة وتجاوب ومحل اعتزاز وفخر، وشارك العنصر النسائي وشارك الأخوة المواطنين والمواطنات بشكل جيد، وأنا أعتقد أن هذه ليس بشيء غريب على أهل البحرين. أهل البحرين على قدر المسؤولية ويقومون بأداء دور مهم في اختيار أعضاء مجلس النيابي. الإقبال الذي شهدته مقار الاقتراع والتصويت في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية خارج المملكة بدأ منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع وفق اللوائح التنظيمية، وهو ما عبر عن مدى حرص الناخب البحريني على ممارسة حقه الديمقراطي في التصويت للانتخابات النيابية بتوافر كافة حقوقه وضماناته التي تصونها القوانين والتشريعات وتحفظها النصوص الدستورية الثابتة لمملكة البحرين. اليوم السفارة قامت بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين المقيمين في السلطنة من الساعة 8 صباحا، وعملنا تنظيم إداري يسهل على المواطنين لإدلاء أصواتهم، وذلك من أجل يعني نجاح العملية الانتخابية وأيضا التجربة الديمقراطية التي تشهد المملكة. فنحن الآن في تواصل، وهناك في إقبال من قبل المواطنين، بالرغم من اليوم إجازة في سلطنة عمان، لكن لله الحمد هناك في إقبال من المواطنين، وهذا يؤكد حرصهم على المشاركة في هذه المسيرة الديمقراطية. تعدينا من فترة لاستقبال المواطنين اليوم، والحمد لله يعني منذ الصباح الباكر يعني زارنا عدد من الطلبة وعدد من المواطنين البحرينيين للإدلاء بالتصويت، ونستعد لاستقبال المزيد إن شاء الله خلال اليوم. فيعني نرحب بجميع البحرينيين ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله والنجاح طوال اليوم إن شاء الله. تبقى حماسة الناخب البحريني الواعي بأهمية مشاركته السياسية لاختيار أعضاء المجلس النيابي هي الرهان الأبرز على استمرار سلسلة النجاحات الديمقراطية التي يلعب المواطن فيها الدور الأبرز بتنظيم محكم وتسهيلات كبيرة من قبل الجهات المعنية لضمان ممارسة حق المواطن الدستوري دون أي معوقات حتى وإن كان خارج حدود البحرين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.